نادي الاهلي فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك، الف الف مبروك فوز البطل على الوصيف بهدف مقابل لا شيء لعلي معلول. زي ما حضراتكم شفتوا فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي وفرحه مهمه جدا جدا. ثلاث نقاط اي نعم ما لهمش اي حاجه في اي شيء ولا هيخشوا في اي حسابات ولا اي شيء اخر، ولكن تبقى دائما مباريات النادي الاهلي ضد نادي الزمالك مباراه قمه. ويفوز الاهلي كالعاده الحقيقه خلال الفتره الاخيره بهدف مقابل لا شيء. الف مبروك يا كابتن حماده، الف مبروك يا كابتن بلال، الف مبروك يا كابتن اسامه. هنكمل مع حضراتكم بقيه الاستوديو، ولكن خلينا نروح على طول لزميلنا فاروق صلاح من ارض